فاز النائب سعد هايل السرور برئاسة مجلس النواب 17 بعد منافسة شديدة مع النائب محمد الحاج، حيث حصد في الجولة الثانية من التصويت على رئاسة المجلس 80 صوتا، فيما حصد الحاج 62 صوتا. وكان النائب الحاج حصد في الجولة الأولى من التصويت على رئاسة المجلس 54 صوتا من أصل 146 صوتا، متقدما بفارق بسيط على النائب سعد هايل السرور الذي حصد 50 صوتا، في حين حصل النائب مصطفى شنيكات على 36 صوتا، بينما ذهبت 5 أصوات فقط للنائب محمود الخرابش. يذكر أن عدد النواب الذين صوتوا على منصب رئاسة مجلس النواب بلغ 146 صوتا من أصل 150 صوتا، بعد تغيب كل من النائب عبد الهادي المجالي وضرار الداوود ومحمد المهيدات ووفاة النائب محمد المحسيري.